أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن مصر وقطر والولايات المتحدة ملتزمون بالشراكة من أجل إنهاء الحرب في غزة وتبادل المحتجزين. أعرب وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديره للجهود الأمريكية في سبيل توحيد الرؤى للتوصل إلى مقترح وقف إطلاق النار بصيغة تقرب بين وجهات نظر الأطراف كافة قدر الإمكان. ونحن نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار الدائم، وهي عملية طويلة في الحقيقة ومحبطة أحيانا. لقد قلنا أن سلوك من كلا الطرفين يسير ضد الجهود. نحن نبذل ما بوسعنا لاعتبار أنفسنا كشركاء في هذا الصراع، وما نهدف إليه بتحقيق الأهداف المحددة هو رفع المعاناة عن الناس في غزة.